حرفة ليدي سيفتا يورنكا يهوبك بريسي إذا ما دي سومالي ده تد هلا أو كهري أي أورت تمال لبحي يا معها إيري قبيل أو تمال أو ده تمال ولا قدش توتني بجرو أصل إيراد أي ليدي إيرجا بيتقلين هذا يا إيرجا بولين هذا إيرجا بولين أمريكا هذا أم بربارو أم بربارة أم برارة يبغى إيرجا بون كونفورتو كجيري كم إيرجا بون بحلو حاوية magaalo badan oo hadda boor mid ku taala iyo Germany bombal waa xil waa meel weyn dad weyn oo xoog lahaa marka oo boqortooyo ah oo culays lahaa ayaa boor urjin lama oran karo Soomaali batid kii meelka ka yimid Afrikaan ka yimid kulli eesanka Soomaali baa ina kulmiya marka cidna ruud lagu sheegaa waa gaf iyo jariimo cad oo wariyashaas u bareereen ugaas beelaha gabooye ee aad ku abtirsatid waa beela Soomaaliyeed dabcan sida aan sheegay أما بقى أي تهايبو مالك اللي دوان سومالي مال أي سندقين مجرتو هدنا وحاجرة فرمو أما دبعا إن وحبذن ترسانيسان داد مسلمين لو ذي هاي سومالي بان لو ذي هاي وحدتك سومالي أي كل دوان يهين مجرتو أنو ما أركين أديك كوما موغدان شرف أهان رقن أهان أصل كفقوقا هذا هو مال أوكيم من وتقانا. وحن كاس حياة هذا يقرر عليها كو أبترست هذا. أنا قبلكم أبترسته. كوي. ودلت. وكو كان كو أبترست هذا. هذا ذات إسبانيا سكانت ترى هذا. هو قوة. ديجي لبنفلة دارود هوية در ودلت هذا زورت كبديه. إما قبيل لو أبترست ما. إيه ودلت. مرة كون أبوي هذا كو أبترست هذا. ولكن تاني هذا سبب عشان هذا كله ودلت. بشن جبوي اجس جبوي انا وحاوي واتلت ورد انا كوما ابتر كواس كوما ابتر سنه ولكن انا اسكاس السياسه ديت وغسل لنا متى نقول بدر باكيسا وكل ناطو يورسو كالوي مرك ورد تاسا كاسايا حتى كنكدبو مدى عن روبتي حل او بلوري يمال او كبلوري sida aan loo haynin magaca Soomaali leeyahay inuu odin laga dhashay yahay iyo inuu dalad yahay aan la kala sixi karin horta magacaas gabooye aan loo garan karin goorta bilowday marka magacyada hoose markaan sare oo ka hooseeya oo midgaan iyo duubaan iyo tumaan iyo boon la leeyahay horta tumaal macnihiisu waa sanac waana tiknoolajiyada hadda aynu ku hadlayno oo kale weeye ninka markan tiknoolajiyada sameeyay oo bidaaygii ka soo bilaabay in lagu caayo xirfadan aqoonta horumarsan ee tiknoolajiyada in horta waa ayaan darro waana jahliga Soomaalidu inay wili wax qalad ka aaminsan tahay tiknoolajiyada waana farsamada qabiil ma aha qabiil Tumaale la yiraahdo oo loo dhashay ma jiro waa niman magacyaro oo dhinta badan ka soo jeeda dagaalkii Maxamed Guray injineeradii carabta meelaha kala duwan ka soo gurmaday حرفة ليدي سيفتا يورنكا يهوبك بريسي إذا ما دي سومالي ده تد هلا أو كهري أي أورت تمال لبحي يا معها إيري قبيل أو تمال أو ده تمال ولا قدش توتني بجرو من بن محمد لبها وأم أحمد بن حداد أصلية مركا كتبت الدب كور غير أحمد الشيخ أحمد بن حداد بن هذا حين كيف بعدين السعودية سوريا يقول كاتر تيجي شام تيجي نابع هاي وعمر كان إسرائيل أنا هو يد يدي روما وهو يد الشيء وعمر أحمد بن حداد وتمالا تتكلم وش هذا أيدي هو أبو وأنا من هؤلاء اللي هذا وإذا رب الله يقوي كم هذا وأنا محمد قرقات فرعان كسوكان بيش اللي هذا يبره هذا اللي هو ريب محمد بن حنيفة وإبرهام يعني حوي وقاتة وحوي جبر قاتة إيه قاسي جبر قاتة ويجب حقا تان قاتة جبر قاتة هلا أيوة حالة هذا وحالة حكومة أبو بلد دي أبو قد بلد دي أروس كاستا يعني المكاستور داشا كدو عيا جبر كاكا قاتة بركة وحوي مكتي وامك قاتة وحوي جبر قاتة وإبر يبر كلوبة دي وجبر قاتة تاني بلا جد بيورد هذا وركاسي هذا بجوجم سيدا أوجد يعني دت كاس هي واحد بالوضعي أنا يعني بارت أنا كسر مية لفت أنا ولا خويا أنا ناي وحا عن هرلي ولا قت تري واحد بدن فافريد القرآن لنا إني يعني بقى عن مكة أحمد قري إذا كيس اللي جبيه أي إحصار برتقيس كي قالت كسر مية دت كي
ciidamadii guud ee axmed gurey ciidankiisa ka mid ahaa oo loo jeeday asxaab alyamiin asxaab alyamiinkaas waxay waa raggii kamaan tooska ahaa oo ugu ku farsamo yaqaan ku tekhnikada sameeya mid baabuur mid sameeya mid seef sameeya wixii aqoon lahaankii oo dhan baa meelasu geeyey dadkii juhaalada ahaa ee soomaalida ayaa looga dhigay reer baadiyaha ayaa waardiye loo qorto looga dhigay nin baa gaajo ku dhibanayeen cunto ma jirin markaasaa nin waardiye ka mid a wuxuu u yimi ninkii gaalka ahaa isaga xilka abxaarka ahaa oo waxaa loo dhiibay xilka markii laga adkaaday bortugiiska iyo yurub waxay ku wareejiyeen mas-uuliyaddii etoobiya ninkii etoobiyaankaaba wuxuu yidhi midigyadii midgo midigyadii waa ciidanka midigya loo jiray asxaab lyamiin loo jiray markii gacmaha xoogaga isqabsaday hadda labadan gacma waa asxaab lyamiin soo maha yaa midigyadii midgo horta ereygu asal ahaan halkaa magacyo badan jigdhigdhasheer baa sheegay waxaasoo dhan ka baha anuu markaan baaray oo aan rag badan oo toddobaatan iyo toddoba sanaan hadda jiraa marka laba qarni baa jiraa bay ka dhigan tahay raggii awowyaday iyo raggii khuyaaradii markaan baaray waxaan ka dhammayn waayey ereygaasa aad loogu soo celceliyey midigyadii midgo marka ma jirto waa cayayaan haddaa dictionaryga bilintig haddaad fiiriso wuxuu leeyay waa cayayaan waa nin gaaban waa nin dhib badan waxaasu dictionaryga hadda hore kuwa dambare wa kale sheegi marka waxaasoo dhan ka tag yacni asal iyo raad ay leedahay eriga midga la yidhahdo iyo eriga bool la yidhahda eriga bool la yidhaha marka layidhahdo aan barbaaro aan barbaaro aan baraare ibog eriga bon koonfurtu ka jiray eriga bon mn waxaa weeye magaalo badan oo hadda boore mid ku taala iyo germany bon bale waa n waa meel weyn dad weyn oo xoog lahaa markaa oo boqortooye ahaa oo culays lahaa ayaa bon la odhan jiray yani buuleydi barka buum laga siiyo yaa la sheegaa marka waxaasoo dhan isku soo duuduw maanta wax asal ay leeyihiin ma jira waa dad soomaaliyeed kii hadda yamanta ahaa ee soomaaliyoobay lama odhan karo soomaali ma tiid kii meelka ka yimid afrikaan ka yimid kulli eesalka soomaali baa ina kulmiya marka in cidlay ruud lagu sheegaa waa gef iyo jariimo cad oo wariyaashaas u mareereen. Abka Dahab Balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.